تقريبا ثلاث جولات اربع او خمس جولات. فاحنا دلوقتي عندنا معلومات كابتن اسلام, عندنا معلومات اقول لحضرتك عليها ان ان انه الدوري العام انا سمعتها كلها من اوكي اتفضل. انا سمعتها كلها الحقيقه. انا يعني على خبرتي المحدوده اذا بدانا الدوري يوم 18/9 في ظل التوقفات دي لن يعني ينتهي الدوري قبل 30/8 مستحيل مستحيل ينتهي قبل 30/8 لانه وكمان يعني لان اللعب كله هيبقى بالدوليين وزي ما تفضلتوا ان الدوليين مش الدوليين المصريين بس الدوليين كمان اللي انت بتعاقد معاهم من خارج جميع الاجانب سواء الاجانب او الافارقه او بتوع شمال افريقيا او العرب. فاذا انت قدام النهارده دوري كان لازم يبقى فيه موسم استثنائي يبدا من نص 8 او عشان نقدر نعمل على الاقل قبل التوقف 7-8 اسابيع. التاخير ل 18/9 مخاطره كبيره جدا كمان عندك كاس مصر موجود وعندك كاس رابطه فانت بتتكلم النهارده وعندك السوبر الجديد الكاس القديم الرباعي الكاس القديم اللي موجود للمصري غير السوبر الافريقي وعندك كاس القديم. فاذا انت في ظروف لن انت يعني مخاطره كبيره جدا واتمنى يعني نسمع 30 اسبوع دي بقى يعني ننتهي 30 اسبوع 30/7 يمكن عايز اقول كده انه يفضل اربع اسابيع برضه هتبقى يعني معجزه كبيره انها تحقق. يبقى اذا احنا قدام ازمه جديده كمان اللعب بقى هيبقى كل يومين او ثلاثه فانت حضرتك ده كمان اجهاد رهيب جدا وفنيا الرؤيه اتمنى بقى اسمع الرؤيه الفنيه من كابتن حشيش والناس الفنيين كلاعبي كره القدم في انك انت تقدر تحط الاحمال السريعه في بدايه الدوري تلعب كل ثلاث ايام واربع ايام وترجع تتوقف 40 يوم وتلعب كل يومين ثلاثه وترجع تتوقف 40 يوم. احنا بنخاطر بتصفياتنا المنتخبات احنا في ازمه جديده جدا بصراحه وترتيبنا والموسم ده موسم خطر جدا. كنت اتمنى ان احنا الموسمين الصعاب اللي يكون عاوز يكون ده اخر موسم يتم فيه الدوري لكن واضح ان احنا كمان هيستمر الضغوط وهتستمر التخبط في الموسم ده هيبقى صعب جدا بداياته صعبه جدا واعتقد يعني مش مبشره لانه اتزنقنا جامد في البدايات والبدايه هي اللي بتحكم من صحت بداياته صحت نهايته. التاخير مع الارتباطات اللي معلونه ومسبقه ومعلنه معروفه كاجنده دوليه او اجنده افريقيه ومن غير ما نعلق اي شماعات على التصفيات كان لازم يتعمل حاجات استثنائيه. كان لازم بدل ما بشترك باربع فرق اشترك بفرقتين امور كتيره كان لازم محدش هيوافق على ده حاجه محدش اسمع بقرار بكاس مصر بدون ما حدش هيوافق على الكلام نعم ما حدش هيوافق يعني انت لما تيجي تقول لي مثلا ما هو حضرتك ما خلاص ما انت ابعدت واعلنت ما هو حضرتك بص حضرتك انا احنا بدانا الكلام يا فندم في ان ده احنا بنتراجع فنيا وتسويقيا وترتيبيا وزي ما قال الدكتور احمد ثابت في الترتيب بقينا 113 فاحنا دلوقتي ما عندناش خيارات ان احنا لازم حاجات جراحيه وحاجات تبقى واضحه الاستراتيجيه. طب ما دي عايزه الاداره بقى لوقف النزيف ده عايزه الاداره اداره قويه وانطلاق وحلول بقى لازم حلول لازم حلول ولازم حاجه يتفتح حوار رياضي مجتمعي كبير على اعلى مستوى لوضع استراتيجيه لمستقبل الكره المصريه. لا والنبي يا حاج محمود لا كناس مهتمين عايز اقول حاجه لا عايزين خبير دولي بجد يا كابتن حشيش والنبي بلاش حوار استراتيجي على مستوى الامه عايزين بلاش. حد يجي بعد اذنك يضع روشته لا لازم يا حاج محمود ارجوك بس اكمل الجمله بس في اسماء كتيره جدا الشباب يعرفوها اكتر مني شغلتهم في الفيفا والناس دي بتسيب كروتها في الجولات في الاتحادات القاريه والاهليه صح شغلته صح يجي يعمل لك ده زي الكونسولات كده في مصانعكم بقى ما شاء الله انتوا بتوع بيزنس وعارفين يجي يقومك ويعومك ويعمل لك كل حاجه لكن حوار استراتيجي واحد يقول لك اصل احنا هنلعب بالسنه الجايه وواحد يكلم واحد في التليفون يقول له الحل عندي انا ما يهمكش قابلني بالليل اجي لك نفتح وليد يفتح لا اهم حاجه اي اصلاح في الدنيا لازم يبقى فيه تضحيه مش هينفع من غير كونسولات يا كابتن قرارات طب ممكن اقول لكم حاجه بعد اذنك بس استاذنكم احنا محتاجين كونسولات ومش هتكلم تاني كونسولات اذا كنا هنعمل جراحه نعملها في اي مستشفى عالمي يجي ينقذ هذا الانسان الكروي على كلام الاستاذ عصام الاتحاد العراقي تعاقد مع الليغا الليغا الإسبانية لإدارة الدوري العراقي لمدة 4 سنوات
ويتم تطبيق الفار، وفي نفس الوقت تعمل كوادر عراقية لإدارة المسابقة بعد كده. والسعودية عملت كده. بس انا بقول لك العراق، ما احنا قلنا قبل موضوع التحكيم لما جه كلاتنبرج، واحده من افضل التجارب التحكيميه، الاداره التحكيميه في مصر في اخر 40 سنه صح، والناس تكاتلت ضده لسبب واحد بس.